كمان الجمهورية قالت أن بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي التجهيز لفترة الانتقالات الصيفية اللي جاية من بدري عشان يدعموا صفوف الفريق بلعيبة جداد بيعززوا أكيد من قدرة الفريق. بدأ لاسارتي وجهازه في متابعة اللعيبة المعارة من الفريق عشان يشوفوا مستواهم مع الفرق اللي بيلعبوا ليها عشان يعرفوا إذا كان النادي الأهلي هيرجعهم مرة تانية ولا هيستغنى عنهم بشكل نهائي. ولفت بعض اللعيبة أنظار لاسارتي في مقدمتهم أكيد عمار حمدي المعار للاتحاد السكندري وثنائي الجونة كمان أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان. وده طبعا جه في نفس الوقت اللي بدأ فيه مسؤولين النادي الأهلي إن هم يفتحوا مفاوضات جديدة مع رمضان صبحي عشان يمددوا إعارته في الفريق لموسم كمان بعد ما ظهر بشكل كويس جدا خلال مشاركاته مع الفريق في الفترة الأخيرة. ومستنيين دلوقتي أو مستني النادي الأهلي معرفة موقف اللاعب عشان يقدروا يدخلوا في مفاوضات مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي. كمان بيسعى النادي الأهلي إن هو يرجع أحمد حجازي المحترف في صفوف وست برومتش ألبيون الإنجليزي. وطبعا بيترقب دلوقتي مسؤولين النادي الأهلي موقف اللاعب مع النادي الخاص بيه عشان يعرفوا إن كان اللاعب ممكن يرجع ولا لأ بعد طبعا ما أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق مع استمراره في أوروبا.